ازيكو؟ حضرنا الشاي بالنعناع، اللب بالابيض، بالقرع، وجبنا كتاب حلو قوي كنت قاعد اقراه. نبص بصه كده عن جزء معين، وهو اثر الحرمان العاطفي على الفتى المراهق. الحرمان العاطفي دوت ان الواحد لما يبقى قاعد بيربي ابن مثلا، ويعامل حد من عياله كويس ويعامل التاني وحش، او يكون ابنه وحيد وعنيف معاه او قسوة على طول ومفيش حب، ده بيظهر في الشخص او الفتى المراهق حاجات كتير في السلوك بتاعه. من ضمن الحاجات اللي ممكن تظهر العدوان والغضب، هيبقى العيل على طول عايز يأكد رسالة ان انا موجود، ان انا هنا، عايز يحقق ذاته، عايز يحقق الاستقلالية، فيبقى واخد طبع جاد في فترة المراهقة. فلما بيحس ان محدش بيحبه بيخليه دايما عنده احساس بالغضب والعدوان. فحتى لو انت عندك عيلين، تلاقي الولد بيضرب اخوه، بيعتدي عليه بعنف اكتر. والسبب ايه؟ ان انت بتعاملي واحد كويس وبتعاملي التاني وحش، او بتميزي واحد عن واحد عشان بيسمع الكلام اكتر، او بيعمل لك كل حاجة انت بتحبيها اكتر. فيبتدي الولد يبقى بالنسبة له ايه؟ اشمعنى ده؟ طيب انا هضربهولك، ويبتدي يعتدي عشان يحسسك اللي انا موجود، حسي بيا. تاني حاجة الخوف. الخوف من الحاجات اللي بتظهر في البني ادم او في الشخص المراهق، بيتعرض لمخاوف الكتير في الحياة، لكن اصعبها ان يبقى خايف من والده ووالدته، من القسوة، او خايف ان ما يلقاش الحب، او خايف بقلة الامان. من ضمن الحاجات التالتة بقى اللي مظهر الحرمان العاطفي، هي احلام اليقظة. تلاقي الولد بيسرح ويتأمل ويسترسل في احلام اليقظة عشان يخفف من التوتر اللي عنده الناتج عن الحرمان. فتلاقي الولد مثلا من وقت للتاني ذهنه وروحه بيبقى مش موجودين معاك، يعني بيبقى بيحلم بصورة مبالغ فيها، اللي هو ينفصل عن الواقع، وده يحصل له بسببها اضطرابات نفسية. لأن الإنسان كائن اجتماعي، يعني مهما كان لك نظامك الخاص لازم تشاركه، أو لازم تشترك مع الناس ويبقى فيه تفاعل. الإنسان ما ينفعش يعيش لوحده، إنما اللي يقعد لوحده ويبتدي يرسم العالم الخاص بيه ويبعد عن الناس ويسرح في الأهداف بتاعته ويسرح في العالم بتاعه، دي بتبقى محتاجة إن الواحد يراعي النظر فيها. ناخد لبة. حاجة المراهق إلى الانتماء. لو سمعتوا عن هرم مزلو، كان بيتكلم عن الاحتياجات الخاصة بالبني آدم، بدأها أكل وشرب ونوم وتنفس. من ضمن الحاجات برضو الانتماء والأمان. لو اتكلمنا عن الانتماء، لازم الإنسان يبقى منتمي دايما لمجموعة، أهله، أسرته، وهي دي اللي بتشعره بالراحة والسعادة والتشجيع والثقة بالنفس. لما ما بيلاقيش دول بيدور على حاجة تانية، زي مثلا مدرسة، مجموعة بيلعب معاها، أو مثلا أصدقاء، أو ناس بتجمعهم هواية واحدة، أو رياضة. لكن أول ناس بيطلع فيهم الشخص بينتمي ليهم هي الأسرة. فما ينفعش إن الأسرة تكون أول مصد ليه، لازم تشجع، لازم تطبطب، لازم تبقى حنينة، لازم تتعامل بحكمة، متبقاش فيه قسوة في التعامل. حاجة المراهق إلى الأمن والاستقرار النفسي. في مخاطر بتهدد الكيان الأسري، زي مثلا الطلاق. تلاقي العيل مثلا إيه، يطلع الأب انفصل عن الأم، أو الأم انفصلت عن الأب، ويبتدي الأطفال هنا هما اللي بيدفعوا التمن. طب الحل إيه؟ العيل ساعتها بيقعد يفكر، يتعب بسبب إن في خلل في الأسرة، مبقاش فيه استقرار. فالعلاقات الطيبة التي تسود بين الأب والأم بتعكس سلام المنزل. مينفعش البيت يبقى فيه مشاكل، مينفعش البيت يبقى فيه صراعات، مينفعش البيت يبقى فيه زعيق وشخط ونطش. ده كله هينعكس على شخصية الطفل ونفسيته. لما الأب والأم يعني يزعقوا
الولد نفسه هيبقى متضايق وقلقان وخايف ان تحصل مشكلة، مع ان هو مش طرف. الحاجة التانية برضو ان لو حصلت مشكلة ناقشوها في اوضة النوم، ما تخلوش عيالكم يعرفوا المشاكل، ما تخلوش حدة الصراع ما بينكو ان الاب يكره مثلا الابن في الام او العكس. ولو الام متطلقة تقول له ما ابوك عمل وابوك سوى وابوك عامل زي كذا، ما ينفعش. ما تهدموش بعض قدام الاطفال، لان العيل بيبقى عايز المثل الاعلى ويحس بالامن والاستقرار النفسي. كمان من ضمن الحاجات المهمة ان السلام النفسي اللي بيحصل في البيت دوت ما بيحصلش وخلاص، لكن بيحصل بعملية الرضا والقناعة، وان انتوا تبقوا كويسين مع بعض وتبعدوا المشاكل الاقتصادية عن البيت. مهما كانت الدنيا صعبة تقربوا من بعض قوي وتقولوا ربنا ان شاء الله هيفرجها، ويبقى عندكم الرضا بالقليل. الرضا مهم جدا، انما الحياة اللي بتبقى مليانة صراعات على الفلوس وان هم عايزين فلوس وهنجيب منين والدنيا، الصراعات دي ما بتبقاش فيها سلام في البيت. والبيت اللي مفهوش ربنا ده دايما بيت خربان، بيبقى مصرع للشيطان. برضو المراهق بيحتاج ان يتقدر. علموا عيالكم ان هم يتقدروا، قدروهم، دوم كلمة حلوة، انت انسان كويس، انا بحبك، انت انسان فيك مميزات كتير. لما تتعامل مع المراهق اللي عندك بالتقدير وتشجعه وتشبع الحاجة اللي عنده للتقدير، يطلع العيل عنده ثقة في النفس. ولكن برضو ما ينفعش تبالغ عشان الثقة بالنفس ما تقلبش بغرور، فما يعرفش إدراكه لقدراته الحقيقية فيبقى مبالغ فيها زيادة. كذلك البنت، لو البنت الأم والأب ما شجعوهاش وطبطبوا عليها، هتدور على الحنية. هتدور على الحنية فين؟ عند أقرب حد يقول لها كلمة حلوة. فالبيت لازم يبقى فيه التقدير، التشجيع، الحب والحنان. برضو المراهق بيحتاج النجاح، يعني نواصل التقدم في تحسين سلوكه والأعمال اللي بيقوم بيها بالثقة. يعني لما هو عمل حاجة حلوة أو حاجة كويسة لازم أشجعه. ليه أشجعه؟ عشان خاطر لو أنا فضلت أقول له لأ وحش، لأ كذا، طب أنا مش هعمل، ما يبقاش عنده ثقة في نفسه. إنما لما أنا أديله أهداف، أديله أهداف صغيرة ينمو بيها شوية شوية، فلما الولد ياخد هدف ويحققه هو بيبقى واثق في نفسه ان هو انا قدرت اعمل ده. فاهلي بيشجعوني بيدوني مكافئات، مش لازم مكافئات تبقى كلها فلوس، لان لو المكافئات كلها فلوس ممكن تتحول في الاخر لعمليه نديه، مش هعمل الحاجه الا مقابل فلوس. لكن ممكن رحله، ممكن بنطلون جديد، ممكن حاجه حلوه اعملها له في البيت مثلا، ممكن وقت اقعد العب معاه. برضو ادي للمراهق شويه حريه، يعني انت الحريه تبقى مشروطه. انا هديك وقت تعمل اللي انت عايزه في مقابل ان انت تخلص مذاكرتك. طيب يبقى انا خلصت مذاكرتي يبقى هلعب، طب انا خلصت مذاكرتي يبقى اروح النادي، خلصت مذاكرتي هعمل كذا، لو نظفت اوضتي ورتبت سريري مثلا هيدوني وقت مثلا اتفرج على التي في او كده. حاجة المراهق للتوجيه وضبط السلوك. السلوك محتاج دايما، بص هو السلوك مرتبط بايه؟ بنية. كل سلوك مرتبط بنية إيجابية عند الشخص، فمفيش حد بيعمل حاجة إلا إن هو شايف إن هي حاجة كويسة من جهته هو. طيب لو السلوك ده مش مناسب، لازم آخد بالي إزاي أضبط السلوك بتاعه، إزاي أوجهه، إيه اللي عاقب عليه. الكلام ده حتى مع مراتك او حتى مع بنتك. بصي ولقيتي مثلا بنتك غلطت، اما هي نفسك عبيطه، طبطبي مره ولما تغلط بصي لها بس، مش لازم كل مره تقول انا قلت 100 مره كذا، الطريقه دي فاشله. لكن مره بص، مره شاور، يعني الزوج ده خلى مراته مثلا مهمله والبيت بتاعها مش نظيف، راح رسم لها قلب كده في التراب اللي على التلفزيون اللي هو انا بحبك، فهي اختشت على دمها وعرفت ان هي مش منظفه، فطبعا ابتدت ان هي تهتم. فمعنى كده ايه؟ ممكن نشاور على الاخطاء بطريقه غير مباشر. اهم حاجه يكون التوجيه ممزوج بالحب وما فيهوش اعمل كذا وما تعملش كذا، انا قلت لك تعمل كذا اصلك انت غبي عشان ما عملتش كذا. الاسلوب ده فاشل. لا، طبطبه،
كل ما الشخص يبقى فيه حب، كل ما الشخص يقدر ان هو اللي قصاده يعني يبقى كويس. حتى لو مراتك بتعمل النهاردة رجيم وفشلت، ما تقعدش تقول لها ما انت عشان تفصى، انت عشان كذا، كلام الليل مدهون زبدة، الكلام ده لا مش حلو. لكن ما تديهاش حتى النصيحة الا لما تطلبها. لكن لما تطلب منك النصيحة لا انت جميلة، لكن لو عملت كذا هتبقى اجمل، يعني ما قبحتش منها. الموضوع محتاج شوية سنس كده في التعامل يا جماعة، ان هو مش مجرد واحد يروح يتجوز عشان مفرط بالهرمونات ونجي في الاخر نخلف عياله ونرميهم ويطلع عينيهم بقى في الشارع، نرجع نقول سلوك العيال بايظ ليه، الجيل طالع وحش ليه. ما انت مش انت لوحدك اللي بتربي يا دي النيلة. بص يا جدعان، اللي بيربي ايه؟ اب وام، مدرسة، اصحاب، تلفزيون وميديا، وسائل الاعلام، وبجانب دوت تمثيليات ومسلسلات وافلام هابطة بقى. خش على اللي بعده، دور الكنيسة والجامع، التعليم في العيال والشارع، تلاقي عيل بيشتم. طب سمع منين الشتيمة اذا كان انا مش حاطط حاجة في البيت فيها شتيمة؟ او عيل ابتدى يسمع مهرجانات، جاب الكلام ده منين؟ يا من اصحابه، يا من المدرسة، يا اما منين؟ من الشارع. مش هتقدر تضبط كل حاجة، ولكن لما تكون دور مدرستك مش بيدوروا على الفلوس قدر ما هم بيدوروا على التعليم وينموا العيل، دور الام ان هي بتربي ابنها مش طالعة تشتغل وسايبة ابنها مقابل ان هي عايزة تحقق ذاتها، والاب ان هو محتاج مراته تساعده عشان الدنيا صعبة، فالعيل بيلاقي ان مفيش فايدة ولا اب ولا ام فبيطلع فاشل، والمدرسة تبقى محتاجة فلوس فتدوس على العيال عشان أهله يجيب لهم الدروس، ونيجي بعد كده التلفزيون، الأغاني الهابطة، والطويل في البنطلون، وأديك في الجيركن تركن. يعني العيال هتطلع كويسة منين؟ خلي بالكم من عيالكم واهتموا، وأنا هاكل شوية اللب دول عشان أتعبت. يوم سعيد.